صباح الخير طبعا عليك يا زميلتي العزيزه نهاوند، وصباح الخير على زميلي العزيز كريم، وصباح الفل على كل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. اكيد طبعا كان زي ما انتم قلتوا كانت مباراه غايه في الصعوبه لفريق النادي الاهلي مع القياده الفنيه الاولى اكيد لمستر بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي. الحقيقه يمكن الفتره اللي جايه بنتمنى بقى التكاتف والدعم والمسانده الكبيره جدا تحديدا من جمهور النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي ادت اداء رائع جدا في اولى المباريات، لكن بقى مع الانسجام الكبير ان شاء الله اللي بنراهن عليه مع الجهاز الفني الجديد بقياده مستر موسيماني باذن الله تدريجيا ان شاء الله باذن الله نقدر بقى ننهي بطوله الدوري العام ونركز بشكل كبير جدا في البطوله الافريقيه، حلم الكبير جدا اللي بينتظره ملايين الجماهير من جمهور النادي الاهلي. عايز ارجع معاكم طبعا للنقطه الاولانيه يمكن اتكلمتوا فيها وهي الشناوي. الشناوي طبعا بخبراته الكبيره يعني مجرد ان هو حس بألم بسيط جدا خلاص يمكن طلب التغيير. انا اقدر اطمنكم واطمن كل جمهور النادي الاهلي الموضوع مش صعب، الموضوع مش هيطول، هي ان شاء الله باذن الله مش هتستغرق اكتر من اسبوع، وده اللي يمكن طمنا بشكل عليه واكد لنا طبعا الجهاز الطبي ان هي نغزه بسيطه جدا للشناوي، لكن بخبراته الكبيره الشناوي هفضل ان هو يكون خارج طبعا المباراه على اساس المباريات القادمه او الايام القادمه يكون في ريكفري ليه، يكون في جلسات ليه ان شاء الله ويشارك باذن الله ان شاء الله تحديدا في مباراه بيراميدز. هنشوف بقى لسه مباراه بيراميدز هيلحقها ولا الجهاز الفني هيبدا يدفع بعلي لطفي يبدا بمصطفى شوبير. يمكن انتوا اتكلمتوا في نقطه مهمه ان المفروض يكون في بديل وخلاص يمكن الظرف بقى حسم خلاص يعني مع اصابه الشناوي اكيد هنتابع علي لطفي في حراسه المرمى وممكن كمان بالتناوب مع مصطفى شوبير، لكن بطمن كل جمهور النادي الاهلي الحمد لله الشناوي مش اصابه قويه مش هتعوق ان شاء الله باذن الله مع الايام القادمه بقى للمباراه الوداد المغربي تحديدا اللي بيجهز لها بشكل كبير جدا الجهاز الفني ان شاء الله يكون الشناوي جاهز لهذه المباراه. كمان يعني مع الاصابات ومع الغيابات النهارده ان شاء الله كمان جونيور اجاي كان غاب عن المباراه الماضيه هو احمد الشيخ عندهم اجهاد واشتكوا منه ما شاركوش حتى فيها التدريبات الجماعيه خلال الايام الماضيه، لكن النهارده كمان يعني من تاكيدات كابتن سيد عبد الحفيظ ان شاء الله جونيور اجاي النهارده يشارك في الجرعه التدريبيه الكامله باذن الله. احمد الشيخ لسه بقى يكون في تيست ليه كمان النهارده يمكن ايضا بيشعر بيه اجهاد قوي، لكن الحمد لله كل اللعيبه اطمنا عليها بشكل كبير. اهم حاجه يعني بنحاول نطمن عليها بعد كل مباراه هي الاصابات، يمكن شفنا التحامات كبيره جدا اكتر من لاعب يمكن تعرض لبعض الكدمات، لكن الحمد لله كل اللعيبه ما فيش اي حاجه ان شاء الله تعوق فريق النادي الاهلي خلال الايام القادمه. لكن هو طبعا الامر اللي كان مزعج جدا بالنسبه لجمهور النادي الاهلي هو اصابه الشناوي، لكن ان شاء الله باذن الله الشناوي يعني مع تحمله الكبير وقدراته الكبيره ان شاء الله وعارف قيمه النادي الاهلي وعارف اهميه المرحله القادمه باذن الله يكون جاهز ان شاء الله ما يبقاش في اي حاجه يعني تعكر صفه الفتره اللي جايه بالنسبه لفريق النادي الاهلي. بشكل عام طبعا النهارده هو التدريب اللي بيستعد بيه النادي الاهلي لمباراه انبي دون راحه، تلاحم كبير وضغط كبير جدا لفريق النادي الاهلي بالنسبه للمباريات المتبقيه. احنا عندنا خلاص مباراه انبي وبيراميدز، لكن الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله بنتمنى يكون في تركيز اكبر مع مستر بيتسو موسيماني اللي يمكن بيحاول ان هو يحط اللعيبه في الاجواء، بيحاول ان هو يقعد معاهم بشكل كبير، يعني بنشوف محاضرات 60 دقيقه او 30 دقيقه، فده امر مهم جدا ان انت توصل فكرك للعيبه النادي الاهلي وفي نفس الوقت لعيبه النادي الاهلي تساعده بشكل كبير على تطبيق التكتيك والجمل التكتيكيه اللي الراجل عايز ان شاء الله يظهر بيها لكل جمهور النادي الاهلي. النهارده كمان زي ما احنا متعودين قبل كل مباراه ب 48 ساعه بيكون المسحه الطبيه وفقا للبروتوكول الخاص بوزارتي الصحه والشباب والرياضه تحت مسمى رابيد تيست. بالفعل لعيبه النادي الاهلي في هذه اللحظات بتجري عمليه الرابيد تيست، ان شاء الله نطمن بقى على النتيجه غدا وباذن الله تكون النتيجه سلبيه كالعاده لفريق النادي الاهلي. الامر المهم ان تكون خارج الملعب بتحافظ على نفسك قبل ما تكون داخل الملعب، وده اللي بنراهن عليه على طول مع لعيبه النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله المسحه الطبيه غدا تكون سلبيه للجميع سواء لكل افراد الجهاز الفني العاملين اللاعبين بفريق الكره، لكن الحمد لله الامور حتى هذه اللحظه ماشيه بشكل مطمئن ورائع جدا. مستر بيتسو موسيماني النهارده كمان في امر مهم حابين نتكلم عليه، النهارده يمكن لاول مره هنشوف عدد من الناشئين الراجل طلبهم من قطاع الناشئين، وده حاجه مهمه جدا وبتدل ان الراجل عنده اللي هو الفتره اللي جايه عايز يطلع بعض اللعيبه من قطاع الناشئين، سواء ان هو يبقى في عدد من اللاعبين او يشوفهم او بشكل عام طبعا يكون في مشاركه قويه للمباراه. النهارده يمكن استعان بفارس طارق عادل احمد محمد المغربي شادي رضوان واحمد طارق سليمان حارس المرمى، دي نقطه مهمه جدا لان الواضح القادم لابد ان الراجل يكون بيفكر في قطاع الناشئين، اللي احنا عندنا قاعده قويه جدا من قطاع الناشئين فيها لعيبه مميزين جدا، لكن محتاجين الفرصه ان شاء الله ان هم يشاركوا مع لعيبه النادي الاهلي. عندنا عربي وعندنا شكري وعندنا محمد فخري، لكن مع الفتره اللي جايه ان شاء الله من الواضح ان يكون في نظره كبيره وقويه جدا لقطاع الناشئين في النادي الاهلي باذن الله يكون القادم افضل لفريق النادي الاهلي بالتحديد كمان لقطاع كره القدم. انا عايز اروح بقى سريعا للنشاط الرياضي كده، طبعا زي ما بنتكلم على فريق الكره بنحاول ان احنا نتكلم على النشاط الرياضي، يمكن زي ما احنا عارفين في تدعيمات قويه جدا سواء في الكره الطائره او في كره اليد. بالفعل يمكن تعاقد النادي الاهلي مع اللاعب عمر سامي، يمكن ده احد اللاعبين المميزين جدا، هو بيلعب وينج رايت يعني كمان كان مشارك في كاس العالم للانديه خلال الفتره الماضيه يمكن احرز 36 هدف، واحد من اللعيبه المميزه جدا في نظره كبيره جدا على الالعاب الجماعيه وتحديدا كره اليد. ايضا كمان يمكن تم التعاقد في كره السله مع عمر طارق وعمر الجندي، يمكن شاركوا كمان في اول تدريب لهم امس مع الكابتن اشرف توفيق المدير الفني لفريق كره السله بيئه للنادي الاهلي. الفتره اللي جايه ان شاء الله محتاجين بقى تدعيمات كبيره ومحتاجين ان احنا نرجع البطولات من جديد زي ما حققنا بطولات
هذا الموسم، خلاص الموسم ده انتهى، القادم هو اللي بيكون اصعب باذن الله، القادم يكون افضل لفريق النادي الاهلي. انا معاكم لو فيها استفسارات زميلتي نهاوند وزميلي كريم. يعني كريم لا انا هشكرك، ولكن ممكن اروح معاك لنقطه اخيره جدا. المؤتمر الصحفي لموسيماني امبارح بعد المباراه، يعني هو تحدث عن بعض النقاط الهامه، هو مثلا من هذه النقاط تحدث ان هو بيدرك حجم الغيابات الموجوده بسبب التوقفات او الاصابات، فطلعنا كده مثلا برضو ايه النقاط الهامه من وجهه نظرك اللي تحدث عنها موسيماني في المؤتمر الصحفي؟ اتفضل. يمكن طبعا اكيد الغيابات كان امر صعب جدا، يعني راجل معذور، يمكن دخل المباراه عنده غيابات عديده، يمكن شفنا الباك ليفت يمكن علي معلول اللي غايب، محمود وحيد غايب، كان امر يمكن حتمي ان يكون ياسر ابراهيم وايمن اشرف في خط الظهر، فيمكن كان امر صعب جدا ان انت تكون اول مباراه ليك في ظل الغيابات دي. يمكن الراجل اتسال كمان في المؤتمر الصحفي بتتكلم مع اللعيبه في ايه، الراجل يمكن اتكلم بكل شفافيه وقال انا بتكلم مع اللعيبه ان احنا عندنا بعض الامور عايزين نعدلها في خط الظهر، بعض التحركات، بعض التمركزات، بدايه الهجمه لابد يكون فيها سرعه. يمكن كمان من خلال التدريبات اللي بنشوفها الراجل عايز في اقل تمريرات تكون بتوصل للجون، في بعض التمركزات وبعض الامور التكتيكيه الفنيه يمكن الناس اتكلمت عليها في المؤتمر الصحفي، لكن من الواضح ان الراجل عنده بلان قويه جدا لفريق النادي الاهلي، هو عارف اللعيبه بشكل كبير وعارف الامكانيات، لكن الراجل عايز ينفذ بقى التكتيك الكبير اللي هو بيحاول ان هو يفرضه على لعيبه النادي الاهلي، لان ده امر مهم جدا، شفناه مع فريق سان داونز بيأدي اداء اكتر من رائع، لعيبه تساعده ده امر مهم جدا، واللعيبه عندها رغبه، احنا عارفين لعيبه النادي الاهلي عندها رغبه وعندها الحماس وعندها الجديه، لكن ينقصنا التوفيق بقى ان شاء الله، يعني كل الامور دي لو ما فيش توفيق معاها الامر هيكون صعب، لكن ان شاء الله باذن الله يعني رهننا على لعيبه النادي الاهلي مع التوفيق الفتره اللي جايه يكون الامر كله في مصلحه النادي الاهلي وتحديدا في البطوله الافريقيه مباراه المغرب. يمكن الاسئله كلها طبعا كانت للصحفيين، الامور يعني كلها انت عارفه طبعا الصحفيين كلها بتحاول تسال على كل المباراه الامور ماشيه فيها ازاي، كلمت كهربا زعقت له، حاجات كلها طبعا يعني بعيده طبعا عن الفنيات، لكن لو بنتكلم على الفنيات بشكل عام الامور كلها يمكن الحمد لله الراجل بيتكلم بكل شفافيه، الراجل بيتعامل مع الاعلام بشكل رائع ومميز جدا، بنتمنى كمان ان هو يستمر على هذا الامر لان ده امر يعني هيهم النادي الاهلي بشكل كبير جدا، هيساعد الصحفيين ان هو يكون في اخبار صحيحه وفي نفس الوقت يكون بيفرض شخصيته بشكل عام على الاعلام سواء للنادي الاهلي او خارج النادي الاهلي. رائع جدا مراسلنا العزيز كريم احمد، بنشكرك جدا على التغطيه الرائعه كده.